احنا مراسليننا في فروع النادي الاهلي الثلاثه نشوف ايه اخبار الاجواء هناك. هنبدا بكريم احمد من الاهلي الجزيره ونعرف منه الاجواء عندك اخبارها ايه يا كريم. برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن في البدايه وكل التحيه ليك والكابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. حلم كبير ومتواجدين فيه وفخر كبير جدا لكل اعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي متواجده في كاس العالم للانديه 2020، مباراه مهمه جدا يا رب تكون الانطلاقه جيده. ثقتنا كبيره جدا كالعاده في اللعيبه وفي الجهاز الفني وفي الجمهور الرائع والمميز جدا اللي شفناه على مدار الايام الماضيه واستقباله الحافل لفريق النادي الاهلي ودعمه الكبير، وهي دي عاده جمهور النادي الاهلي. متواجدين اكيد يا كابتن ايمن كالعاده في مقرات النادي الاهلي ثلاثة متواجد طبعا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اجواء جميله جدا ورائعه جدا هنا كالعاده طبعا، اي تجمع او اي مباراه تشوفها في النادي الاهلي بامر بيكون مختلف جدا. اعضاء النادي الاهلي غير وجمهور النادي الاهلي غير، ترتيبات على اعلى مستوى طبعا. اكيد طبعا اكيد في البدايه العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي ونائب مدير المقر مع الاستاذ خالد مرسي ايضا مدير المقر بتوجيهات طبعا وتنسيق على اعلى مستوى مع العميد محمد مرجان اللي بنتمنى له طبعا الشفاء ان شاء الله الفتره القادمه ويتواجد من جديد سواء مع بعثه النادي الاهلي في الايام القادمه وايضا كمان عودته ان شاء الله تكون بخير وتنتهي ازمه الكورونا دي تماما. الامور هنا الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومطمئن وطيب جدا لكل اعضاء النادي الاهلي، الكل منتظر الكل متعطش ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي في البدايه ما تكون موفقه ويكون فيها تركيز كبير بتفرق مع النادي الاهلي. عندنا ثقه كبيره فيهم، اجتهدنا واشتغلنا الايام اللي فاتت، موسيماني اشتغل بشكل كبير جدا، هنا كمان الاجواء حماسيه وكبيره جدا، الكل متفائل يا كابتن ايمن ودي حاجه يعني مش جديده على النادي الاهلي وعلى جميع اعضاء النادي الاهلي، الكل عنده حاله تفاؤل كبيره جدا، عنده تركيز كبير جدا ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعمل اللي عليها والتوفيق بتاع ربنا. ده اللي يمكن كل الاعضاء بتتكلم عليه وكل الاعضاء بتقول ان النادي الاهلي ادى اداء مميز جدا في البطوله الافريقيه، لكن حلم كبير كاس العالم نادي اللي علينا لكن النتيجه دي بتاعت ربنا. ترتيبات على اعلى مستوى، يمكن توافد اعضاء النادي الاهلي في الجزيره من الساعه 3:30 او الساعه 4 الكل بيحجز كرسي. الشاشه اللي طبعا العملاقه اللي متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره بتتسع عدد كبير من الاعضاء لسه بيتوافدوا كمان، يمكن المنظر واضح ورايا ان كل اعضاء النادي الاهلي متحمسه ومتحفزه. وباكد لك كل مره يا كابتن ايمن المشاهده داخل النادي الاهلي لمباراه كبيره بحجم كاس العالم للانديه بتختلف بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله اليوم يكون طيب لكل لعيبه النادي الاهلي، جمهورنا واعضائنا ان شاء الله تحتفل، منتظرين كتير جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي وملاعبتنا وكوكبها المميزه. ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده في كاس العالم للانديه ويكون تمثيل مشرف كعاده النادي الاهلي، ومش بعيد ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ونتيجه كبيره كمان لان احنا عندنا كوكبه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي لا تقل على نادي الدحيل القطري. الاجواء حماسيه جدا، منتظرين ان شاء الله بقى صفيره الحكم ان شاء الله باذن الله لانطلاق هذه المباراه. واكيد يا كابتن ايمن هنكون مستمرين معاك لحظه بلحظه من تغطيتنا الخاصه سواء زمايلنا طبعا في قطر في الدوحه وهنا كمان في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. انا برجع ليك يا كابتن ايمن في الاستوديو لو في استفسارات انا معاك يا كابتن ايمن.